عليكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم فيديو جديد. هذا الفيديو رائع، ها واحد الوصفة اللي كنت كنعاني من النحافة المزمنة. كنت 3 سنين وانا ضعيفة، ما كيطلع حتى كيلو، بقيت في 50 وما قدرش نطلع، ما كنقدرش نطلع مره، كنعيا من ناكل ولا كنشرب. بصحه ديال الناس كيبقاو يهضروا كيقولوا عيش انت ضعيفه، وانا ما عارفاش الاسباب، ما كنت فاهمه حتى شي حاجه. وجلست 3 سنين اخرى والو، بدون فائده، واخا بدلت المدينه وجيت لبلاصه اخرى وزعما والو، قلت باقي لا غير لي سخيس ولا غير بنادم كيبقى يفكر في بزاف. وفاش جيت عاوتاني لهنايا وقلت 3 سنين اخرى بدون فائده، ومشيت للطبيب ما كاين حتى شي اعراض، واخا انا مريضه عندي واحد المرض، ولكن هذا ما عنده علاقه بالضعف ديالي. حتى منين تعرفت على واحد الوصفه رائعه، وهي اللي خلاتني من 50 كيلو حتى 64، وانا دابا كندير ريجيم باش ما نزيدش نغلط. ها انتما خوتي، هي الوجه كيبقى ضعيف عادي، ولكن لي هونج كيتزادوا بزاف وما كتبقاش الكرش، وكتولي الفورما ديالك كتحمق. ها انتما خوتي، كتبقى الفورما غزاله، واخا انا ضعيفه من الفوق، ولكن لي هي كتخدم بزاف على المنطقه ديال لي هونج. وبلا ما نكمل لكم شي لاخر، كملوه من عقلكم انتما. الوصفه هي في الاول خاصك هذه بحال تقولي كتنقي المعده مره من ديك البكتيريا، وفي الوقت في نفس الوقت كتنحف البطن، كتخليش. واخا انا كانت عندي 50 كيلو، كان عندي واحد شويه ديال مره كتخرج ليا، كيخرج ليا البطن ديك اللي غاز، مع عندي ملي غاز مصار كناكل شي حاجه كيخرج لي، وكان كيطلع كيقنطني هذا. لكن هاد الوصفه ما كتخلي لكمش نهائيا البطن كما كان، خا تكوني والده ولا تكوني كيف ما كان عندك عائله، تبعتيها طريقه انا تبعتها 3 شهور يوميا ما قطعتها حتى شي. هاد اخوتي راه حبه حلاوه عندك، كنت غلطت لكم، ماشي هادي، ماشي هادي، كتكون رقيقه بزاف، ماشي هي هادي اللي بغينا اليوم، هو هاد النافع. بغيتي نقلب لكم اختي النافع البستاني، كيكون داك النافع اللي كنديرو في القراشي، في داك القريشلات كيكون غليظ، هذاك هو اللي بغينا اليوم. هذا هو كينحف البطن، كينحفو ما كيخليش، وكيكبر المناطق الانثويه الارداف. و كنتوما كملوا مع عقلكم، الشيء الاخر كيبدا من الاول، كيبدا بالصدر، بالمناطق الانثويه كامله كتكبر. سبحان الله العلي العظيم، فاش كنت كنتفرج الفيديوهات يقولوا لي شي وصفه كتكبر، كتكبر لي هونج ولا الارداف، كنت ما كنتيقش، كنقول كيفاش هاد الوصفه ما كتغلش بنادم وكتمشي غير لديك المنطقه. ولكن فاش جربتها راه حقيقيه لقيتها بصح، وكنشكر كاع الناس اللي كيديروا شي وصفه وكيعطيوها في اليوتيوب، حتى انا كنشكرهم. المهم هاد الوصفه واحد البنت، اسمحوا لي غادي نطول عليكم، واحد البنت كانت خدامه معايا هنايا فين عايشه انا، كنا خدامين انا وياها في لوطيكس، كندير فام دو شومبا في لوطيك، كانت خدامه معايا، كانت ضعيفه بزاف، كانت كتوزن 45 كيلو. واحد المره تبارك الله خرجوا لها الحنيكات والمؤخره ولي هونج، بقيت كنقول انا كيفاش هذه تبدلات، وانا نسولها قلت لها اش كديري اختي، قالت لي راه كندير النافع البستاني. ما كنتش انا عارفه، كنعرف انا غير حبه حلاوه، اما هذا راه ما كنتش كعارفه، بقيت كندير حبه حلاوه. واحد النهار وهي وانا نمشي نديها لها، قالت لي ماشي هي، تقول لي جات عندي ديك البنت مسكينه وقالت لي شوفي اختي هذه اللي كتشربي راه حبه حلاوه، وهي تمشي تجيب لي النافع، جابت لي هذا النافع سميتو البستاني، انا بقيت كنشري. المهم هذا كنشدوها، سمحوا لي نجيب واحد باش نقطع. هنايا درنا هي معلقه، غادي نشدها ونخويها هنايا في الكاس، غنكب عليها الماء سخون غليان، بحال اللي كنديرو اتاي، ها هو يبقى غليان، وغادي نغطيه، وانا غادي نخليه واحد جوج ساعات.
هذوك جوج ساعات غادي يطلق كامل الفوائد ديالو هكا مغطي ما تخليوش عريان. فاش غادي يطلقوا وانتم عرفتم الاحسن اللي يكون بنادم خدام ولا عيان شنو يدير؟ نوضي في الصباح ديري كاس على بكري قبل لا تلبسي حويجاتك، ديري كاس بحال هكا ونوضي شربي. هذا خصو يتشرب على الاقل نص ساعه قبل الفطور، وعاوتاني في العشاء ماشي قبل العشاء، من مور العشاء احسن تحبسي بكري شويه الماكله في الليل. حبسي بكري ماشي تحبسي حتى العشاء ديال الليل وعاد تشربيه، لا باش يخدم. بحال دابا الا كنتي كتاكلي في العشاء ديال الليل حبسيها مع التسعود، حبسيها مع التسعود كاع الماكله، وشربي شربي كاس على الريق في الصباح وكاس من مور العشاء ونعسي، ما تبليش تاكلي شي حاجه. وهذا راه زوين بزاف البنات، 3 شهور غتولي الفورمه ديالكم غزاله بحال اللي دايروا السكوات. شتي دوك الناس اللي كيديروا السكوات بحالهم؟ اولا كتلقاي الصدر ديالك تنفخ ووقف، كتلقاي ليهم ديالك خرجوا، كتبقاي انت مستغربه في راسك. ولكن تبعوني انا في 3 شهور استغربت في راسي، بقيت كنقول شنو هذا الشيء، بقيت كنلبس الحوايج كلهم لوني صغارين. 45 كيلو اللي صيفطت البنات اختي ما جاوش قدي كاع الحوايج، دابا وليت كنلبس 40، كنت كنلبس غير 36. الا عندكم شي حوايج عطاوهم صدقوهم على العائله. مهم اخوتي الفيديو سهل هنايا، مهم هذا تبعوه قبل الفطور ومن مور العشاء، وحاولوا تعشاو بكري وعاد شربوه، حيت هكايا غيعطيكم نتيجه زوينه وما تعكزوش عليه، غير جربوه. واللي عنده مشكل مع هذا النافع راه عندي وصفه اخرى، حيت انا عندي جوج وصفات، عندي وصفه عطيها للعائله تبارك الله غزاله عندهم الفورمه زوينه وكنت كنجربها. انا عندي جوج وصفات هادو اعز ما كاين في الغد، عندي هاد الوصفه وعندي وصفه اخرى انا غادي نعطيها ليكم ان شاء الله غنشاركها معاكم. باش اللي ما بغات تشرب هادي راه كاينه وصفه زوينه كتاكل بحال السفوف عندي وسهله. ميم اخوتي راه كاين مازال وصفات ديال الشعر تطويل، مازال ان شاء الله الماجي كثر، ولكن وصفوا جربوا هاد الوصفه، جربوها راه واعره رائعه. وانتم شفتوا انا باقا غنوريكم، انتم شفتوا شوفوا الصوره ديالي اللي غادي نحط مع دابا، راه ما كانوش عندي نيهوج، مره كنت ضعيفه هابطه ضعف واحد، دابا لا انا نحيفه من هنايا والغلط عندي من هنا. هانتوما تشوفوا الصفيره ديالي الاولانيه مع الفيديو ديال دابا وغادي تعرفوا الفرق كي داير. وبسلام عليكم، ديروا لي لايك وشجعوني باش نعطيكم اكثر واكثر، ونتلاقاو مع فيديو جديد.